ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية أرحب بمراسلنا معتز أيوب من بغداد. صباح الخير معتز. صباح الخير لك إسماعيل ولكل مشاهدين الأكارم. معتز، نبدأ من الخبر الذي هو يعني تناقلته وسائل الإعلام والصحف. واشنطن تقر خططا لتنفيذ ضربات على أهداف إيرانية في سوريا والعراق. تتركز أسئلة المراقبين بقدرة العراق على تجنب هذه الحرب والضربات المرتقبة. تفضل. نعم، بكل تأكيد الشغل الشاغل للساحة العراقية منذ يومين أو ثلاثة ولحد هذه اللحظة هو التصريحات الأمريكية وتصريحات البنتاغون واستعدادات البنتاغون لضرب يعني المصالح الإيرانية داخل العراق وسوريا حسب زعمهم وحسب تصاريحهم. السياسيين العراقيين يحاولون إبعاد الصراع عن دائرة العراق ودائرة المحافظات العراقية على اعتبار هنالك تحدي واضح للحكومة العراقية من أجل لملمة الأوراق من جديد وحفظ ماء الوجه خصوصا على مستوى يعني الصعيد السياسي وكذلك على مستوى السيادة العراقية، على اعتبار هنالك خروقات كثيرة للسيادة العراقية من قبل جميع الدول وآخرها كان لتركيا وأمريكا. بالتالي حتى الفصائل اليوم هي تقصف وتخرق السيادة العراقية، لكن السيد السوداني يريد عقد هدنة مع الجميع من أجل إبعاد البلاد من الخطر الذي يحدق به حسب وصف أكثر الزعماء السياسيين وكذلك حتى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عند اتصاله هاتفيا بالسيد السوداني أعرب بقول عن أن المنطقة عبارة عن برميل من المتفجرات قابل للانفجار في أي وقت، لكن السيد السوداني اليوم يريد أن يكون على مسافة واحدة من الجميع ولا يريد أن يدخل العراق بصراع لا يخرج منه إلا به عقوبات، لا يخرج منه إلا بسياسة اقتصادية مقيتة، لا يخرج منه إلا بتدمير السيادة العراقية. لذلك السيد السوداني عازم على أن يكون هنالك يعني دور واضح له من أجل إبعاد الخطر عن يعني الساحة العراقية. ورأينا الفصائل قبل يومين التزمت وأخرجت بيانات بعدم يعني التحرك في هذه الفترة، حتى هنالك يعني قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت لهذه الفصائل وما إلى ذلك. بالتالي السيد السوداني عمل جاهدا من أجل الوقوف بوجه الضربات التي تستهدف التحالف الدولي داخل الأراضي العراقية خصوصا في قاعدة عين الأسد وكذلك قاعدة حرير. يعني من هذه الناحية السيد السوداني أمن على نفسه، لكن بقي ينتظر ماذا ستؤول عليه الأحداث، خصوصا هنالك تصريحات قوية وخطيرة من قبل وزير الدفاع الأمريكي أوستن وكذلك وزير الخارجية الأمريكي وأيضا المتحدث باسم البنتاغون. وبالتالي ننتظر الأيام القليلة القادمة ماذا ستؤول إليه الأحداث، لكن هنالك يعني تحرك واضح حكومي عراقي من أجل إبعاد الخطر الذي يعني يتسبب بدمار العراق. طيب معتز، لو انتقلنا إلى موضوع آخر أيضا، تدخل النظام التركي يتسبب بفشل في أول جلسة للقوى السياسية في كركوك. اليوم ماذا تحدثنا أيضا عن هذا الموضوع وكيف تتعامل الحكومة العراقية مع التدخلات التركية في الشؤون العراقية؟ بالبداية هذه سابقة خطيرة لحكومة النظام التركي وهي تتدخل بالشأن السياسي الداخلي العراقي، رأيناها تتدخل في السياسة الخارجية في الاقتصاد وكذلك بقصف الأبرياء وما إلى ذلك، لكن اليوم التدخل بالسياسة الداخلية خصوصا في محافظة كركوك وفرض أسماء وزعامات على بعض الكتل السياسية. الأمر الذي يجب أن ينتبه له الجميع هنا أن النظام التركي يحاول يعني استغلال المواقف التي يمر بها العراق خصوصا في هذه الفترة. الجميع ينظر إلى العراق ومشاكله مع التحالف الدولي والفصائل وما إلى ذلك، وبالتالي العين مبعدة عن ماذا يقوم به النظام التركي. أخطر ملف يعني اليوم هو يقوده النظام التركي على العراق. النظام التركي يحاول زعزعة استقرار وأمن العراق من خلال
دعم عناصر داعش الإرهابي في تلك المناطق من خلال قصف الأبرياء وتهجيرهم في إقليم كردستان من خلال قتل بعض من يعني القوات الأمنية المنتمية للحشد الشعبي في الموصل، وآخرها كان التدخل السافر في السياسة العراقية وخصوصا على مستوى كركوك وفرض أسماء وزعامات من أجل السيطرة على مقدرات هذه المدينة، من أجل السيطرة على نفط هذه المدينة. اليوم هنالك انتهاك سافر على مستوى السيادة العراقية، على مستوى الانتهاكات الصارخة لجميع الملفات داخل العراق، لكن للأسف الحكومة العراقية تغض الطرف عن هذا الموضوع على اعتبار هنالك أجندات داخلية تريد أن يترعرع النظام التركي عليها داخل هذه الأراضي. لكن هنالك بعض الشرفاء من القوى الوطنية تحاول إبعاد النظام التركي وسياسيين النظام التركي من هذا الموضوع، وبالتالي الحكومة عازمة أيضا على الوقوف بوجه التحديات التي والخطورة التي يمثلها النظام التركي على الأراضي العراقية، لكن الشغل الشاغل حاليا هو إبعاد خطر الصراع داخل الأراضي العراقية، الصراع الإيراني الأمريكي. ويعني تركيا دائما ما تستغل هذه المواقف، تعودنا على استغلالها لهذه المواقف، ودائما ما تكمن أو يعني تتكون في المناطق الرخوة سياسيا وتحاول أن تدخل منها إلى بلاد ما. وبالتالي العراق اليوم منشغل ب يعني الصراع العسكري الأمريكي الإيراني، وتركيا وصلت إلى السياسة الداخلية في محافظة كركوك، لكن هناك بعض القوى السياسية داخل المحافظة رفضت هذا الموضوع، وحتى الشعب في محافظة كركوك وجميع المكونات الكرد والعرب والسنة وكل يعني المكونات داخل كركوك رفضت هذا الموضوع إلا مكون واحد وهو تدعمه تركيا، هو المكون التركماني هناك، وليس المكون التركماني بكل، لكن بعض السياسيين المحسوبين على يعني المكون التركماني ويحاولون زعزعة استقرار المنطقة من خلال فرض زعامات وسياسات داخل كركوك، ويحاولون السيطرة على مقدرات كركوك، لكن الحمد لله كان هنالك رفض واسع شعبي وسياسي متمثل بأعضاء مجلس محافظة كركوك الفائزين الجدد رفضوا هذا الموضوع. طيب معتز، بين بغداد وأربيل مشكلة الرواتب تتسبب بأزمة في دوائر الإقليم، ما تفاصيل هذا الموضوع؟ نعم بكل تأكيد هنالك مشكلة كبيرة على مستوى يعني الإقليم والمركز، وهي رواتب إقليم كردستان، رواتب موظفي إقليم كردستان. يعني تحدثنا عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا. معتز، حكومة الإقليم، نعم إسماعيل، تفضل أسمعك. نعم تحدثنا مرارا وتكرارا عن موضوع إقليم كردستان والخلاف الذي يكمن بين حكومة السيد السوداني وكذلك حكومة يعني إقليم كردستان حول ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، هذا الملف الشائك، هذا الملف الذي أصبح عائقا بين الحكومتين ويريد أن يكون هنالك تسوية لهذه الخلافات. اليوم حكومة السيد السوداني عازمة على تسوية الخلافات مع إقليم كردستان على اعتبار يمثل جزء كبير من الشعب العراقي، يريد أن يكون هنالك توحد من أجل مواجهة بعض التحديات التي تواجه الحكومة العراقية على الصعيد الخارجي والداخلي. السيد السوداني أوعز بتسليم حكومة إقليم كردستان 600 مليون دينار عراقي من أجل توزيع الرواتب، لكن إقليم كردستان يريد أن تكون هنالك رواتب موظفي تصل يعني إلى إقليم كردستان وهو من يقوم بتوزيعها. السيد السوداني وحكومة السيد السوداني ووزارة المالية العراقية تريد أن يكون هنالك قاعدة بيانات لجميع موظفي الإقليم وإرسالها إلى وزارة المالية العراقية من أجل إدراجهم في وزارة المالية، ويكون التسليم حصرا من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لجميع موظفي الإقليم، وهذا ما يضمن حق إقليم موظفي إقليم كردستان. البعض من سياسي إقليم كردستان رفضوا هذه الخطوة ويريدون أن تكون هنالك أموال تحول إلى مصارف إقليم كردستان ومن بعدها يقوم التوزيع على يعني على الموظفين في جميع أنحاء الإقليم. هذا الأمر الذي رفضه بعض من موظفي إقليم كردستان وكذلك حتى الحكومة العراقية. أيضا كان هنالك قاعدة بيانات أرسلت إلى يعني وزارة المالية العراقية والحكومة الاتحادية فيها عدد مبالغ من موظفي إقليم كردستان على اعتبار العدد المحدود يعني يساوي ضعفين
من يعني عدد موظفي اقليم كردستان. هذا الامر الذي ايضا رفضته الحكومه الاتحاديه، وهنالك خلاف بسيط يعني سوف ينحل في الايام القليله القادمه، على اعتبار هنالك تفاهمات كبيره على الصعيد السياسي، وبالتالي على الصعيد المالي سوف يكون هنالك تفاهمات كبيره، لكن سوف يريد ان يتنازل بعض الشيء. يعني الحكومه اقليم كردستان وحتى الحكومه الاتحاديه يجب عليهم ان يتنازلوا من اجل مصلحه الشعب الكردي وموظفي اقليم كردستان، حتى يتسنى لهم تسليم رواتبهم التي غابت عنهم منذ 3 أو 4 أشهر، وبالتالي هنالك يعني قضايا كبيرة يعيش فيها المواطن الكردي هنالك في إقليم كردستان، على اعتبار يعني لا يوجد لديه قوت يومه، ومنقطع عنه الراتب منذ 3 أشهر أو 4 أشهر، وبالتالي هذا الموضوع أصبح خطيرا على المجتمع في إقليم كردستان، ويهدد اقتصاد بعض العوائل في إقليم كردستان. هذا الأمر يجب عليه أن يكون محل يعني أنظار الجميع، ويجب أن يحل بسرعة من قبل الحكومتين، الحكومة الاتحادية وكذلك حكومة أربيل. من بغداد مراسلنا معتز أيوب، جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.